السلام عليكم. عندنا اليوم سكوتر كريزي، تذكرون صورته قبل كم من يوم؟ اليوم استعرضها لكم. هذا دليل المستخدم، هذا الطارة، هذا عدتها اللي هو التركيب، أدوات السلامة، الشاحن، وحق الكوعين والركبتين. عندنا هنا زر التشغيل، عندنا هنا مدخل الشاحن 36 فولت، طيب، وهنا حق السرعة بطيء وسريع. نقول بسم الله. طبعا في منه عدة ألوان، في الأزرق والأخضر والأحمر، تقريبا في لون أسود تقريبا.